يقول: هل من تاب من العادة السرية يدخل في حديث من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة؟ نعم يدخل في هذا، يدخل، لأن العادة السرية محرمة، واستمتاع بغير ما أحل الله، فإذا تاب منها تاب الله عليه وحفظ فرجه، حفظ فرجه من هذه العادة السيئة، يدخل في الوعد الكريم من الله عز وجل.